السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات ديليس نجمة. اليوم راح نديروا مع بعض البرجر، وصفة سهلة وبسيطة. ولمزيد من الوصفات ما عليكم إلا تنضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك بيوصلكم الوصفات في نوتيفيكاسيون. نبدأ مع بعض الوصفة تاعنا. طبعا أول شيء لازم نحضره هو تتبيلة اللحم. اللحم انتي والكمية تاع بيونداشي اللي عندك لازم ديروا لها تتبيله، البصل، حبه بصل، وشويه وزوج سنه ثوم، شويه ثوم بيان سور، ونديروا لها الملح حسب الذوق، ما تكثريلهاش الملح بزاف، شويه فلفل وقرفه. نديروا لها ثاني قسم ملعقه كبيره تاع زبده وحبه بيض كامله. تبداي تلمي فيها باش تتبل مليح، نخلوها اطول مده ممكنه، يعني وجديها وخليها ما بيت توجدي لاباط، تغطيها بلو بابي فيل وتخبيها في الفريجيدار. من جهة أخرى نبداو نحضروا مع بعض العجينة. هي عجينة سهلة وبسيطة. نديرو دوكا نكتب لكم كامل المقادير كما قلتوا لي، تخليهم ناش في صندوق الوصف ولا تجينا صعيبة نهبطو كامل. دونك لازم نديرو ملعقة كبيرة تاع خميرة خبز، نديرو معها 15 سنتيلتر ماء، ونحركوهم بالفوي وملعقه كبيره سكر، ونزيدو لهم 10 سنتيلتر حليب. 10 سنتيلتر حليب اللي هي نص كاس حليب. نخلطوهم هاك مع بعض، نخلوهم مده شويه. الحليب ماذا بيك يكون شويه دافي اذا كنتي في فصل الشتاء. اذا كنتي في الشتاء دونك زيدي لها ثاني هنايا حبه بيض كامله، يعني نخدمو السوائل وحدهم. ومن بعد باش نزيدو لهم النواشف، الحوايج الناشفين، نديرو معها نص كيلو فارينه، 500 غرام فارينه، ونزيدو لها مغرفه ملح، ملعقه كبيره ملح. نديروها في البيتخان، نخلوها تدور تري تري بيان. كي تتحكم هكا في هذه المرحله، كي تنعجن مليح نزيدو لها زوج ملاعق كبار تاع الزبده. تجي اون بات بريوشي وهشه، ما تجيش معجنه. لازم نتحصلوا على وصفه بيان كولونت هكا، تكون تتلاصق، يعني كولونت، باسكو هذا هو السر اللي يخليها تكون بغيوشي. من جهه اخرى هذوك اللحم اللي خليتيه في الريفريجيراتور تجبديه تشكليه على شكل كويرات متساويه، ومن بعد تشكليهم على شكل خبيزات صغار وتقليهم. بيان سور بيان سور ماشي زيت بزاف، جوغ تشويهم. هذه هي شكل العجينه بعد ما خمرت مليح. نديغازيوها ونشكلوها على شكل خبزات صغار، كويرات صغار بيان سور، يجو قد قد، ونخلوهم حتى يتخمروا. كي يتخمروا مليح دونك تحبي في هذه المرحله ديري لهم باديجونيهم بلو لي الحليب، ولا كاين اللي حاب يدير لهم البيض من الفوق. انا نحبهم بالحليب هذاك الشكل، نحبه ما يجوش محمرين بزاف. دونك وصفه المايونيز اللي حنستعملوها هي سهلة، صفار بيضة، كاس زيت، زوج ملاعق خل، فلفل كحل، وفص ثوم صغير، وديري لها نصف ملعقة صغيرة ملح، وطلعيها بلو بغا ميكسور. بيان سور الزيت تخلطي كامل دوك المقادير، ومع الزيت زيدي هو الأخير. وتحبي تزيدي تخلطيها مع صلصة البرجر، كيفاش ديريها؟ ديري الفل ملح وفلفل كحل، ملعقة كبيرة خل، وتزيدي لها من هذيك لامايونيز اللي خدمتيها حسب الرغبة. ومع ذا كاين اللي يزيدوا لها الكابخ والكورنيشون. وهنايا شوفوا شكل الكويرات راهم انتفخوا تري تري بيان. نديروهم في لو فور يطيبوا 30 مينوت على فرن 180 درجه. شوفوا الشكل تاعهم بعد ما تحمروا لي. طبعا خبز البرجر ولا كل انواع البريوش ما لازمش نقسموهم حتى يبردوا تماما. نبداو في الدريساج تاع الحبات. دونك في الكوش تحبي واش تحبي ديري لي زيتاج هذوك. انا درت لا مايونيز باسكو دراري ولادي ما يحبوش هذاك لاصوص اللي حكيت لكم عليها تاع البرجر، ما يحبوش لي كورنيشون فيها. ديري لي زيتاج، اللحم، لي فخيت، لي طومات، ميم لا سالاد انا ما يحبوهاش، سي بوركوا ما درتهاش. وديري معاهم الفرماج اون كاري، وتزيدي تغطيها تخلي حتى يذوب بيان سور،
وما تغطيها وديري دريساج كيما انت راكي حابه. وصفه خفيفه سهله تقدري تعتمديها في رمضان ولا في لي بيكنيك لي سورتي فاميليال. واش نقول لك، ميرسي اذا لي تبعتي هذه الوصفه، ونتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. شوفوا اني وريت لكم دو بخي هذاك لي ميني بان ميني برجر كيفاش تكون لا بات دو بخي هشه ماشي معجنه، تقدري تعتمديها ثاني كمشروع، حبوا دي برجر كبار ولا دي ميني برجر. دونك في الاخير نخليكم تتابعوا الصور. ان شاء الله تكون وصفه اليوم عجبتكم، ونتمنى تكتبوا لي تعليق كي تجربوها وتقولوا لي اسكو عجبتكم، واني سير بلي حتعجبكم، خاصه هذيك الخلطه السحريه اللي قلت لكم عليها اللي فيها لو كابخ وفيها لي كورنيشون. بسلامه جماعتي.